بسم الله الرحمن الرحيم. المدرس المساعد عبد الستار اسماعيل داعا، كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الرياضيات، في سلسلة من المحاضرات في المرحلة الثانية وهي لغة السي بلس بلس. في البداية، لماذا لغة السي بلس بلس؟ تعتبر لغة السي بلس بلس هي لغة هيكلية متعددة الأغراض، ونقصد بها متعددة الأغراض إن هي ممكن أن تكون تستخدم فيها لغات المستوى العالي، وممكن أن تستخدم لغات المستوى الواطئ أو ما يعرف بالهاي ليفل لانجويج واللو ليفل لانجويج. يمكن اعتبارها لغة سي بلس بلس لغة لغة عالية المستوى، وممكن اعتبارها لغة واطئة المستوى. واطئة المستوى أو ما تعرف باللو ليفل لانجويج معناه إن لغة اللو ليفل لانجويج هي لغة المشين لانجويج أو ما تعرف بالزيرو ون. تاريخ هذه اللغة، في أوائل السبعينيات قام أحد أو أعد هذه اللغة العالم دينيس ريتس، اللي هو عامل في شركة لصناعة الهواتف، حيث كانت هذه اللغة تستخدم بشكل محدد لغاية عام 1978. لغة السي بلس بلس هي امتداد لغة السي، أي بمعنى كل إعازات لغة السي بلس بلس ممكن أن تتعامل مع لغة السي أيضا. هناك بعض المصطلحات المهمة للتعامل مع هذه اللغة، وعندما نتحدث عن لغة معناها فيها some of condition or constraint أو قيود. general definition أو ما تعرف التعريف العامة، حتى نعرف ما هو البرنامج وكيف نكتب برنامج خالي من الأخطاء، لازم نعرف بعض التعريف العامة في هذه اللغة. أي برنامج أو بروغرام هو عبارة عن سلسلة من الإعازات المرتبة ترتيبا منطقيا لتحقيق هدف معين. يعني البرنامج هو سلسلة من الإعازات اللي نقول عليها يجب أن تكون مرتبة ترتيبا منطقيا، وهذا طبعا امتداد للمرحلة الأولى في حديثنا عن الخوارزميات. البروغرامينج عملية كتابة وتحميل وتنفيذ سلسلة الإعادة. عندما احنا نكتب البرنامج، البروغرامينج هي في اي لغه انت تكتبها هذه اللغه؟ هي في جميع اللغات عمليه كتابه وتحميل وتنفيذ سلسله الاوامر لحل مشكله معينه، هذا ما نعرف بالبروغرامينج. في لغه السي بلس بلس في شيء اسمه السورس كود والاوبجكت كود. السورس كود هي سلسله الاعازات، سلسلة الإعازات التي يقوم المبرمج بكتابتها بأي لغة برمجية، أي بمعنى النص اللي نحن نكتبه هذا هو ما يعرف بالSource Code. الأوبجكت كود هي ترجمة النص المصدر إلى لغة تفهمها الحاسبة، وهي عملية تحويل النص إلى شفرة الآلة. لذلك الفيجر التالي أو الشكل التالي، السورس كود هو كتابة سلسلة الإعازات، الكومبايلر هو الوسيط ما بين السورس كود المكتوبة باللغة الهاي ليفل لانجويج لتحويلها إلى الأوبجكت كود أو ما يعرف ب الأوبجكت كود أو ما تعرف ب الشفرة الهدف. فعملية تحويل السورس كود إلى أوبجكت كود، السورس كود هي المكتوبة ب أي إديت أو أر إديتر، في حين الكومبايلر هو عملية ترانسليت السورس كود إلى الأوبجكت كود، اللي الأوبجكت كود هو اللي مثل الأوامر اللي مفهومة من قبل الحاسب. ما هو الكومبايلر؟ هو برنامج خاص لا يكتب من قبل من شركة، لا يكتب من قبل مبرمج. الكومبايلر
وإنما يكتب من قبل مختصين، حيث يقوم المترجم أو الكومبايلر بعملية ترجمة النص السلسلة إعادات إلى رموز تفهمها الأداة. عملية الكومبليشن تتم مرة واحدة في حالة كون البرنامج صحيح لغويا. هذا شيء يعني إنه الكومبايلر هو عملية لترجمة سلسلة الإعادات اللي يكتبها المبرمج بأي لغة إلى اللغة اللي يفتهمها الحاسب. في حالة وقوع المبرمج في أخطاء لغوية فتتم عملية كشفها عن طريق المترجم على شكل رسالة خطأ أو error message، ويسمى الوقت الذي يستغرق المترجم وقت الترجمة أو ما يعرف بالcompilation time. الشكل التالي شيء مثل لي يوضح عملية البروجريشن من الشفرة المصدر إلى الشفرة الهدف وتنفيذ البرنامج أو تنفيذ البرنامج الهدف. الشكل التالي اللي هو ما يعرف بالبروجرام سايكل أو دورة حياة البرنامج ممكن أن يكتب البرنامج في أي إيديتور. في أي إيديتور، نقصد إيديتور هو في المكان اللي ممكن أن نكتب ونمسح فيه، يعني writing and erasing the any program، أي برنامج. source code هو البرنامج اللي يكتب في البرنامج المصدر، ثم يدخل إلى الكومبايلر source file اللي هو ما يعرف بمترجم الملف المصدر لتوليد ما يعرف بالobject file أو ما يعرف بالملف الهدف. عندما يوصل إلى الملف الهدف يعمل على link object file، يأخذ الملفات اللي يحتاجها من library files ولتنفيذ اللي هو executable program. لذلك نلاحظ أن لغة C++ هي لغة قوية وسريعة لأنها تحتوي على ملف executable program أو ما تعرف بالملف الهدف أو الملف التنفيذي. بما أنه نحن نتكلم عن language اللغة، must be when you're learning any language، يعني احنا عندما نريد نتعلم اي لغه لابد من وجود شروط لهذه اللغه. اولا المؤثرات الحسابيه او ما تعرف بالارثمتيك اوبريتورز او ما تعرف بالمؤثرات الحسابيه، هي تستعمل assignment segment addition subtraction multiplication division modulus and increment and decrement، اي بما يعرف بالمساواه وعلامه الجمع والطرح والضرب والقسمه وباقي القسمة وعملية الزيادة وعملية النقصان. الرموز الخاصة أو ما تعرف بالSpecial Character، وهي جميع الرموز الموجودة في لوحة المفاتيح عدا الأرقام والحروف سابقة الذكر، وهذه هي بعض الرموز. من نتكلم عن الSpecial Character بمعنى أنه هي عدا ما يتعلق بالأرقام والحروف اللي هي مثلا Greater Than، Less Than، Equal، Practice، Extra. الأرقام المستعملة في هذه اللغة، إحنا نعرف الرقم هو عدد، هو ذلك المقدار الثابت الذي لا تتغير قيمته تكون مجموعة الأرقام أو ديجيت، تمثل الثوابت العددية أو ما يعرف بالنيوميريكال كونستانت أو ما تعرف بالثوابت العددية. يمكن تمثيل الثوابت العددية في لغة C++ بثوابت عددية صحيحة اللي هو ما تعرف بالإنتجر نمبر. العدد الصحيح أيا كان موجب أو سالب. بالنسبة للغة C++ الكاباسيتي للثابت العدد الصحيح هو يتراوح ما بين 32,000 و something بالماينس and بلس. هذا بالنسبة للأعداد الصحيحة، ويمكن تصنيف الأعداد الصحيحة اللي احنا لما نقول عدد صحيح معناها لا يحتوي على الفلوتينج بوينت ما يعرف بالعدد الحقيقي. فالأعداد الصحيحة عندنا ثلاث أنواع، أما أن تكون integer أو أن تكون short integer أو أن تكون long integer. فهذه هي ثلاث أنواع من الأعداد الصحيحة. في نفس الوقت الثوابت العددية الحقيقية أو ما تعرف بالفلوتينج بوينت constant هي تلك الأعداد التي بها كسر عشري، أي ما يعرف بأنه وجود أي بوينت داخل عدد هذا يمثل فلوتينج بوينت أو ما يعرف بالعدد الحقيقي. وأيضا عندنا هناك ثلاث أنواع من الأعداد الحقيقية.
اما ان تكون فلوتينج او تكون دبل او تكون لانج داون. اذا كل وحده من عندها هناك كاباسيتي لهذا العدد، طبعا من ميزه السي بلس بلس انه هي عندما تحدد لي نوع الفلوتينج وايضا تحدد نوع الانتجر. فالانتجر ايضا الى كاباسيتي، يعني احنا عندما نتكلم عن الاعداد الصحيحه او نتكلم عن الاعداد الحقيقيه لازم ندرس حاله هذا المتغير اللي راح نتطرق الى بعد قليل. فعندي الفلوتينج من النوع الفلوت هو 16 بت، عندي الدبل هو 64 بت، وعندي اللونج دبل في حاله الاعداد الحقيقيه الكبيره، وهذا هو الرينج للاعداد الحقيقيه المقبوله. طبعا هناك اعداد حقيقيه مقبوله وهناك عدد اعداد حقيقيه غير مقبوله. هذا العدد الحقيقي مقبول، هذا العدد الحقيقي مقبول، هذا مقبول لوجود البوينت او ما تعرف الفلوتينج بوينت، في حين هذه الاعداد الحقيقيه غير مقبوله لوجود علامه الدولار، لوجود الفاصله، لوجود حرف او اي حرف من هذه الحروف الالفابيتك، اما هنا وجود علامه الدولار. ناتي الان على الموضوع الاكثر اهميه او ما يعرف بالفاريبلز او المتغيرات. ما هو المتغير؟ يقول هو المتغيرات هي اسماء لمواقع في الذاكره العشوائيه، رام، ونعرف هي رام اللي هي راندوم اكسس ميموري. هذه المواقع يتم فيها تخزين البيانات حسب نوع المتغير. اذا احنا من نريد نحل اي معادله رياضيه نحتاج الى فاريبل اكس واي زد اي وهلو مجرات. هذه الاعداد المتغيرات تتغير القيمه مالتها، يعني اكس ممكن تكون الانشال فاليو مالتها 3 او 2.3، لكن في بعض في اثناء دخوله في عمليات او سلسله من العمليات داخل البرنامج ممكن ان تتغير قيمته سواء كانت حقيقيه او كانت صحيحه. ناتي على قيمه المتغير. القيمة وهي القيمة التي سيتم تخزينها في الخلايا أو الخلايا المعبرة عنها باسم المتغير، وهي قيمة غير ثابتة بل يتم تغييرها حسب ما يريد البرنامج. إذن قيمة المتغير هي تكون متغيرة ولذلك سمي بالمتغير أو الفاريبل. أنواع المتغيرات، هناك أنواع للمتغيرات بحيث أن المتغير من نوع س يختلف من المتغير من نوع ص، بمعنى أنه الإكس والواي يعني كل متغير إلى يختلف عن المتغير الآخر. الأنواع الرئيسية هي الانتجر أو العدد الصحيح اللي أخذناه قبل قليل. كيف نعلن عن هذا المتغير؟ هو بكتابة الـ INT اللي هي Short Cut About Integer. Integer number معناها هذا. الآن من نريد نتكلم عن هذا المتغير نقول متغير صحيح اسمه نمبر من نوع الصحيح. ولتعريف اكثر من متغير في جمله واحده يتم ايضا، يعني انا اذا عندي اكثر من متغير في الحاله الاولى نقدر نقول له انتجر A فاصله B فاصله منقوطه. ايضا نقدر نقول A يساوي 10 و B يساوي 5. اذا بهاي الحاله ممكن ان اعلن عن اكثر من متغير في نفس اللاين، وايضا اقدر ان اخصص له قيم لكل من المتغيرات A و B حسب نوع المتغير. النوع الصحيح الطويل او ما يعرف باللونج، ايضا هذا في هذه الحاله او النوع الثاني اللي احنا ممكن ان نعلن عن متغير هو من النوع الصحيح ولكن النوع اللونج، فنكتب عليه لونج A B C. هذا يعني انه هناك ثلاث متغيرات اسمها A B C من النوع اللونج، اي بمعنى الطويل. متى نستخدم هذا النوع؟ عندما تكون عندي المتغير يتعدى الحجم المتغير اللي هو من النوع الانتجر. النوع الاخر نوع الفلوت او الفاصله المنقوطه. مثلا عندي الان كيف اعلن عن متغير من نوع الفلوتينج او الفاصله؟ فاريبل 1 فاريبل 2 2.25. الان هناك امكانيه انه ان اعلن عن اكثر من متغير وايضا اخصص قيمه لهذه المتغير. اذا الان عندي اني المتغير فاريبل 1 من نوع الفلوت، المتغير فاريبل 2 من نوع ايضا الفلوت، ولكن تم تخصيص للفاريبل 2 قيمة مقدارها 2.5. النوع الحقيقي المضاعف او ما يعرف بالدبل، هنا أنا بامكان ان اعلن عن متغير اسمه دبل، نوع الدبل اسمه سبيد، وايضا في نفس الوقت ممكن ان اخصص له قيمة. وايضا الان باي هي 3 point something،
هذه أيضا متغير من نوع الدبل وإلى قيمة حقيقية معينة. النوع الثالث من المتغيرات بعد ما أخذنا الانتجر وأخذنا الفلوتينج، نأخذ الكاركتر أو ما تعرف بالعدد أو الحرف. كيف أعلن عن هذا الحرف؟ هو كاركتر A B C، وهالمجال ممكن أقول كاركتر A أو كاركتر B أو كاركتر C. On the same time can declaration the variables A in first line and the second line the B and the third line C. وممكن أن أعلن عنه كما موضح الآن في الشاشة بلاين واحد كاركتر A و B و C. يسند إلى هذه المتغيرات اللي هي من النوع الحرفي، هي لا تسند إلى أرقام ذات value أو قيمة، ولكن تسند إلى special character or character. يعني ممكن أن تسند إلى قيم لكن هي في الحقيقة تستعمل على شكل حرف. الآن A يساوي لي A capital، B يساوي 7، C يساوي question mark. هذا معناه أنه تم تخصيص A capital المتغير A و7 المتغير B و question mark المتغير C. هذا من النوع الكاركتر. النوع البوليان اللي هو يختلف عن الانتجر والفلوت والكاركتر، هذا تكون النتيجة مالته ليست قيمة ولكن هذه منطق، أما أن تكون نتيجة التعبير صح أو خطأ. من نقول result equal true معناها result من نوع البوليان، معناها أنه ممكن أن يكون نهاية هذا الناتج مالته، أما أن تكون نوع حقيقي أو أن تكون النوع صحيح أو تكون نوع خطأ. شروط تسمية المتغيرات. What about the condition of when the declaration of the variable؟ ما هي شروط تسمية المتغيرات؟ هناك ضوابط اختيار اسم المتغير وهي في غاية الأهمية. عندما أعلن عن أي متغير، وإحنا نعرف أن لغة السي بلس بلس اللي هي حساسة جدا من قبل الإعلان عن المتغيرات، لا يبدأ برقم، يعني لا يمكن أن نبدأ أي متغير، ما ممكن أن أسميه 2A، لا يبدأ برقم، لكن ممكن أن أسميه A2. لا يحتوي على الرموز الخاصة باستثناء الشرطة السفلية الأندرسكور، يعني بإمكان أن أقول أنه هو A underscore 2 أو 1 أو 3، ممكن أن أستعمل underscore ثم المتغير، ممكن أن أستعمل فقط بالسبيشال كاركتر هو الأندرسكور، ألا يكون من الكلمات المحدودة. وش نقصد بالكلمات المحدودة أو ما تعرف بالريسيفر وورد؟ هي كلمات ذات مينينج إن كومبايلر، يعني هي المتغيرات اللي عدها معنى وعمل داخل الكومبايلر. Like K, Search, Character, Class, Continue, Default, Go to, If, Short, Size of, Static, Extra. هذه كلها كلمات محجوزة. أثناء إعلانك عن المتغير يجب أن تستبعد هذه المتغيرات. عندنا لغة السي بلس بلس نوجز ما تكلمنا عنه في بداية المحاضرة، إنه هي تتعامل مع الأرقام سواء كانت هذه الأرقام انتجر أو فلوت، تتعامل مع الحروف الهجائية الإنجليزية الـ A B C سواء كان capital letter أو كانت small letter، لكن هي that sensitivity from character، هي حساسة من قبل منه الحروف، أي بمعنى إذا أنا أستخدم أو أعلن عن متغير من نوع الكابيتال يجب أن أستعمله داخل البرنامج من نوع الكابيتال، وإذا small أو small فهو حساس من هذه الحروف، أي بمعنى أي small لا يساوي أي capital داخل الكومبايلر. الرموز الخاصة مثل هذا الرموز اللي هي جميع الرموز عدد الحروف والأرقام سمينا بالسبيشال كاركتر. المعاملات مثل ما تحدثنا عنها الإكوال، less than، greater than، equal، increment، decrement وهلا مجرى. لغة السبع حساسة لحالة الأحرف، هذا ما تحدثنا عنه. تركيبة الآن بعد ما تهيئنا بكيفية استخدام أو الأمور اللي يجب أن تكون حاضرة لتعلم هذه اللغة من أرقام إلى حروف إلى أنواع متغيرات، تأتي الآن إلى الستركتشر الخاص بلغة السي بلس بلس، أي بمعنى ما هي القيود والشروط لأن أتعامل مع هذه اللغة. هذا هو الآن الستركتشر
الخاص بالسي بلس بلس بروجرامينج او البرمجه بلغه السي بلس بلس. include irctrain.h main practice return 0. السطر الاول فيه يتم تضمين الملف اي او وهي مكتبه الادخال والاخراج. هذا بمعنى انه هو امر انه احنا الان راح نستخدم عمليه الادخال والاخراج في البرنامج، وهذه طبعا هي لا يخلو اي برنامج في هذه اللغه من استخدام دوال الادخال ودوال الاخراج. دوت اتش هذا يعني انه احنا نستخدم هذا في بدايته، وهي ما تسمى بالهيدر فايل، ويحتوي عاده على فئه وتركيب بيانات دوال وثوابت. الان الامر الانكلود هو مسبوق بالرمز، وكل امر يسبق بهذا الرمز يسمى بموجه من قبل المعالج او ما رب البروغراسينج دايركتيف. هي في البرنامج هذا في مثل في السطر الاول في البرنامج فان المترجم يقوم بتضمين الملف IO string في البرنامج الحال قبل اي مترجم. الداله الرئيسيه وبعد قوسين اذا كانت داله لابد ان تتبع قبل قوسين سنتناول الدوال. طبعا هذا يتم شرحه فيما بعد في مجال الدوال. الكومنت او التعليقات او الملاحظه او كومنت سي بلس بلس تستعمل لغه كسائر لغات البرمجه لجمل التعليق. جمل التعليق هي شنو؟ هي عمليه اظهار كل لاين او كل متغير يجب ان يكون البرنامج واضح للمستخدم، اي بمعنى بامكان ايضاح مجموعه من التعليقات، ونقصد بالتعليق هي عمليه توضيح بعض المتغيرات او بعض اسطر البرنامج. الان كيف اتعامل مع هذا؟ This is a command. الان في طريقتين، اما ان استخدم الاشاره او استخدم الاشاره زائدا النجمه. لذلك السطر الاول الان This is a command هذه يتعامل مع ملاحظات. سلاش ستار ان اكزامبل اون كومنتس ان سي بلس بلس لانجويج ستار. الان هاي بدايه عندما نستخدم هذه الحاله يجب ان اكون في البدايه ويجب ان تكون في النهايه، بدايتها والنهايه. من الان هنا ستارت يور بروجرام، هنا بدايه البرنامج، ثم براكتس اللي هو بدايه كتابه البرنامج، انتجر اكس فاصله واي فاصله زيت فاصله منقوطه، ملاحظه مهمه بالنسبه للغه السي بلس بلس، جميع الجمل تنتهي بالفاصله المنقوطه والتي تعني هي نهايه البرنامج. This sign declaration type of x y z يعني هذا اللاين هو عمليه الاعلان عن انواع المتغيرات x y أولا. ومن الجدير بالذكر هنا ما يأتي لا يترك أي فراغ بين الشارحة والنجمة في جهتي جمل التعليق. يقوم سي بلس بلس بإهمال النصوص المعرفة في جمل التعليق، أي أن هي جملة تعليق فهي لا تؤثر على سير البرنامج عند الترجمة. هذا كل ما يتعلق بالإنترودكشن أوف لغة السي بلس بلس أو عملية كيفية بداية تعلم هذه اللغة. الآن ممكن أن نوجز ما أخذناه بالكامل أنه لغة السي بلس بلس هي تتعامل مع الأرقام والحروف حالها حال باقي اللغات، لكن هي تكون حساسة من قبل الأحرف، أي بمعنى الحروف الكابيتال تختلف عن الحروف السمول لتر. عندنا هنا في نفس الوقت انه عملية المتغيرات من النوع الصحيح عندي اما ان يكون انتجر او لونج انتجر او شورت انتجر، وفي نفس الوقت عندي نوع الفلوتينج اما ان يكون فلوت او ان يكون دبل او ان يكون لونج دبل، وانا عندنا اخر هنا نسميه بالكاركتر اللي هو الحروف، والنوع الاخير هو عندي البوليان او المنطقي اللي هو النتيجه تكون اما ترو او فولس. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة راح نتطرق على كيفية كتابة البرامج في هذه اللغة بعد أن تهيئنا على الفكرة العامة لهذه اللغة، ثم يليها إن شاء الله برامج متدرجة من حيث القراءة والطباعة وحل المعادلات وكتابة الرسائل. شكرا جزيلا.